يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين بيشوفونا. يوم جديد نهاركم سعيد. النهارده احنا معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره 2/12/2015. هقول لكم انا بضحك على ايه. لا نشاركهم، لازم نشاركهم. صباح الخير اولا مشاهدينا ومشاهدي شبكه انتي ان وقناه نايل لايف. يوم جديد ونهاركم سعيد يا جماعه. دي نصير كان بقالها سنوات عجاف كتيره جدا في الكهف، ما عندهاش اي علاقه بالفيسبوك او التكنولوجيا الا بتويتر. لا عندي بتويتر اللي انا عملته لها اصلا. بس مش دي القصه، بس انا هكتب على تويتر. مش دي القصه، القصه بعد هي راحت عملت فيسبوك. الف مبروك بعد ما الثوره قامت وخلصت وثوره ثانيه قامت وخلصت وكل حاجه وخلصنا وقعدنا دلوقتي، هي بقى راحت عامله دلوقتي فيسبوك. ميرسي الف مبروك. بيقولوا نورتي الفيسبوك. نورتي الفيسبوك. المهم بقى، المهم هي كانت بس تستقبل الاول، كانت داخله تقول فيسبوك النبي خليك لطيف معايا وحاجات أيوة كده وبتاع، وبعدين فجاه راحت كاتبه ستاتس عباره عن الاتي: ان الانبعاث الحراري في الانبعاج بيعمل حاجات مش عارف ايه، وان قمه المناخ يجب ان تحل. فانا حسيت ان هو مالك يا دينا، مالك في ايه يا ماما؟ يعني في حاجات كتير قوي، حاجات تقيله وساينتفك جدا وبتاع، بس فين دلوقتي بتتريق عليا عشان انا اللي مش فاهم؟ لا هو ده كتير يعني كتير. لا هو الفكره نفسها ان شريف فعلا الترمينولوجيز ممكن تكون كبيره لان الموضوع كبير. ايوه ايه اللي هو عايز يخليني اتفه الموضوع، لكن الموضوع مش تافه. ده فيسبوك. اي ما هو ده فيسبوك. ده فيسبوك. انا مش هبقى تافهه زي الناس اللي على فيسبوك، عشان الناس اللي على فيسبوك تافهه انا مش تافهه. غريبه جدا، هو تافه انا مش تافهه. ربنا يسترك. طيب يا جماعه حد يفهمها ان الفيسبوك عباره عن يلا نتعرف مع بعض ويلا نرجع نلم صحبتنا ويلا نعمل كده، مش نقعد نتكلم في معاميع الدنيا وكده يعني. الدنيا اصلا مش ناقصه معاميع الدنيا. لا بس الكوكب هينهار، انت اصلا مش هتلاقي نفسك على الكوكب. بتقولي على فيسبوك يا دي؟ الفيسبوك كانت عباره عن ايه؟ كنت بتكلم عن قمه المناخ، وكنت بتكلم على فكره قد ايه ان الكوكب بتاعنا دلوقتي هينهار تماما من كتر الانبعاثات الحراريه اللي بتحصل. ايه المشكله بقى؟ المشكله صباح الخير عليكم حبيبنا، بس كده نشترككم معانا في حياتنا اليوميه بالظبط يعني. وبعد كده عندي حاجه، الفكره نفسها لو انت بتقول اي حاجه مش عاجباك. الحب في زمن الكوليرا. ما اسموش كده يا جاهل، اسمه الحب في عصر الكوليرا. طيب خلينا نبدا الحلقه، ايه رايك؟ ايوه يا ريت يا ريت. طيب احنا عندنا دايما بنبتدي معاكم فقره الصحافه، معانا محمد طلعت الهواري وهو سكرتير التحرير بجريده المصري ومتابع لاهم الاخبار اليوميه. كمان هيكون معانا فقره خاصه جدا عن المرحله الثانيه والاعاده في الانتخابات البرلمانيه واللي برضو بتثير الجدل بشكل كبير جدا، هيكون معانا للحديث عن هذا الموضوع استاذ مختار شعيب مساعد رئيس تحرير الاهرام. وكمان هيكون معانا طبعا فقره المرور هي مع اللواء احمد عاصم وضيف الاستاذ خالد عبد الهادي وعضو الجمعيه المصريه لسلامه وتكنولوجيا المرور. وبرده لسه هنتكلم على الانتخابات، فقرات متنوعه، وغير كده كمان هيكون معانا متابعه لاهم الاحداث اليوميه. نبدا مع بعض، نهارك سعيد. يلا بينا. يلا بينا.